أهلا بكم من جديد. إذا مرة أخرى حول تفاصيل القمة التي انتهت ما بين مصر وقبرص واليونان وكيف أدت إلى شراكة مهمة فيما بين هذه الدول الثلاث البحر المتوسطية. مرة أخرى نعود إلى نيقوسيا في قبرص حيث أمان الخياط وهذا اللقاء مع سفيرة مصر في قبرص. فإلى هناك. دوما بجدد لكم التحية، والحقيقة يعني النهاردة كان عندنا يوم عمل طويل لأنه كان ملحق بيوم العمل الأول لزيارة الرئيس، ولكن نحن أيضا نسابق الزمن كما يسابقه هو ويستعد للقمة المصرية اللبنانية في تمام الساعة 8 بتوقيت القاهرة، وهو ذات التوقيت لدينا هنا في نيقوسيا في قبرص. سريعا خلوني أخذ حضراتكم لسعادة السفيرة مي طه خليل، سفيرة جمهورية مصر العربية في قبرص اللي بتنورنا رغم الإرهاق الشديد. مساء الخير سعادة السفيرة، ويعني أولا يعني أنا عارفة أنه ده شهرك الأول تقريبا أو أيامك الأولى في العمل في السفارة في قبرص، وبدأت بقمة مهمة جدا، فخلينا نقول لك الحمد لله على السلامة ومبروك، ويعني عمل موفق، ويعني نبدأ بقى من قبرص. أولا مساء الخير. مساء الخير. ومساء الخير على السادة المشاهدين، والله يبارك في حضرتك. أنا بالظبط بقالي هنا أسبوعين. كويس قوي. وبداية عملي كانت بقمة، أول قمة لرئيس، أول زيارة رسمية لرئيس مصري لقبرص منذ بدء العلاقات بين البلدين. تمام. طبعا تم ضغط شديد، لكن الحمد لله قمة ناجحة جدا. الحمد لله. ودي هتعط يعني هتديني فرصة ان يبقى في دفعة قوية جدا لكل الملفات اللي الرؤساء الاول الرئيس أناستاسيادس والرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلموا فيها، وبعدين في القمة الثلاثية بين الرئيس أناستاسيادس والرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الوزراء اليوناني رئيس وزراء اليوناني تسيبرس. تمام. الحقيقه مفيش حاجه ما اتكلموش فيها. طيب تعالي نبداهم واحده واحده. تمام. تعالي نبدا من القمه الثلاثيه. دي القمه الخامسه والكلمات فيها كانت مهمه جدا، وفي جزء ما خليتوناش نعرف عنه اي حاجه في المباحثات الترويكه الثلاثيه، المباحثات الموسعه، فخلينا نبدا من القمه الثلاثيه. نبدا منين؟ الاول بس يعني في حاجات احنا كمان ما سمعناهاش. القمم اي قمه سواء ثلاثيه او ثنائيه او اكتر بتبقى عاده ثلاث اجزاء. الجزء الاول بيبقى بيسموه تاتاتات بين الرئيسين، ما حدش بيعرف عنه اي حاجه خالص غير الرؤساء. تمام. الجزء الثاني بيبقى موسع شويه، بيبقى فيه بقى اللي هو الدايره الثانيه من الدبلوماسيين، وزراء، سفير اللي موجود في البلد. تمام. الدائره الاكبر بقى اللي هي بتبقى العلنيه اللي هي بيبقى فيها النتائج، المؤتمر. بس الحقيقه انا اقدر اقول ان القمه دي يعني التناغم بين اعضائها كان اكتر من رائع. فاقدر اقول لك ان اللي اتقال جوه هو ده اللي أعلن، ما كانش فيه حاجة محتاجين نخبيها، لأن الكلام كله الثلاث دول دي مواقفها المعلنة وهي دي اللي بتؤمن بيها. القمة الثلاثية دي، التحالف الثلاثي ده اتعمل ليه؟ بدايته ما في المنطقة فيها تجمعات كتيرة جدا، في تجمع دول حدود متوسط، بحر متوسط، في تجمع الاتحاد، في تجمعات كتيرة جدا. بس الثلاثة دول اختاروا في اللحظة التاريخية دي إن هم يبقوا مع بعض علشان في تحديات ومصالح مشتركه، شايفين ان هم طريقه تفكيرهم واحده مختلفه عن بقيه الدول، ويقدروا يحققوا فيها حاجه لو هم الثلاثه اجتمعوا. كويس. ده في حد ذاته الارضيه اللي هم اتكلموا عنها، فكره ان هم عندهم ادراك وفهم للقانون الدولي بيؤهلهم لقراءته بمصالحهم ومصالح شعوبهم بطريقه واحده. بالظبط. صح كده؟ بالظبط كده. طيب خلينا نحط ايدينا على الحاجات المشتركة دي اللي اتقالت، يعني فكرة انشاء منطقة للطاقة واليورو افريكا
وان مصر تبقى قاعده واضلاع المثلث ممكن اللي بيبعت غاز يتسيل واللي بيبعت الهيدروكربون اللي اتكلموا عنه وكلمات متخصصه جدا، بس فكره انه ده بيديني احساس كده ان انا قدام سوق ما مشترك بملامح جديده يعني او لسه لم يتم اعلانها. يعني حضرتك اتكلمتي عن البريكس من الاول خالص، هنا التحالف اللي موجود تحالف مختلف. هو مش بس اقتصادي ومش بس سياسي ومش بس امني، هو كل ده مع بعض. فعشان كده هو متميز عن اي حاجه تانية موجوده في المنطقه. حضرتك اتكلمتي على الاقتصاد، على الطاقه، على ان يبقى في مشاريع مشتركه، ان في غاز في بلد تسيل، في بلد تصدر وبلد تصدر. كل ده يعني المنطقه طبعا فيها اكتشافات جديده للغاز. وده ممكن تبقى حاجه من اثنين، يا اما مسار للصراع والنزاعات مسلحة، ممكن توصل للنزاع المسلح، ممكن يبقى تعاون. الدول الثلاثه دول اختاروا ان يبقى قاعده للتعاون. مش بس كده، لان هم كمان مدركين ان احنا المنطقه بتاعتنا حاليا الاستقرار بتاعها هش، في دول كتيره فيها تحديات، فيها عدم استقرار سياسي طبعاً داخلي طبعاً. ليبيا، سوريا، اليمن، محاوله الجر لبنان، يعني في اكتر من محاوله في بالظبط. فالمنطقه هشه في استقرارها، فهم بيحاولوا يلاقوا ارضيه ان يشتغلوا عليها بحيث ان هو يحل واحده واحده المشاكل الموجوده. الغاز والطاقه ده ارضيه مشتركه، ده هيترتب عليه تنميه، هيترتب عليه استثمار، هيترتب عليه فرص عمل، كل ده هيصب في استقرار سياسي. صحيح. مشكله من المشاكل المهمه جدا بالنسبه للاتحاد الاوروبي وبالنسبه لنا الهجره غير الشرعيه والناس اللي بتموت في المراكب عشان وهي بتهاجر. لو خلقت لهم فرص عمل في بلادهم بتحد الهجره، بتحد كل ده. فهي كلها كلها حاجات كلها مرتبطه ببعضها، حيث ما تقدريش تاخدي موضوع لوحده وتقولي ان التحالف ده بس معني بالقضيه دي. جميل جدا بجد التعبير بتاعك، كمان وضح لنا حاجات تفاصيل تانية كتيرة. أنا نفسي مبسوطة جدا برغم أن أنا طبعا حاضرة اليومين بتركيز شديد. طيب هو ده نفسه اللي خلى الوصف على لسان الزعماء يقولوا أن ده مش تحالف للقوة، وأنهم يأكدوا على الفكرة اللي حضرتك بتقوليها أنه لو المنطقة مليئة بالصراعات، طيب مصالحنا في أن احنا نتعاون ولا ندخل في حالة الصراع؟ صح؟ صح. البعض بيقول يعني أنه مصر اشتغلت بسرعة على ترسيم الحدود بينها وبين قبرص بالموافقة الدولتين طبعا، ومش قادرين يلمسوا لماذا تم تأجيل ترسيم الحدود مع اليونان، او هل هي مؤجلة ام هناك لجان تعمل؟ يا ريت نوضح ولو النقطة دي شوية. في لجان بتعمل، في لجان طبعا، في لجان بتعمل. موضوعات ترسيم الحدود دي موضوعات معقدة جدا متشابكة، وبيتعامل فيها قانونيين متخصصين. يعني قبرص قدرنا نعمل اتفاق مع، واليونان في مجموعه شغاله عليها. انا ما عنديش فكره عشان انا ما بحبش يعني ادخل. لا لا، ما ده شغلهم، بس احنا بنؤكد ان في عمل. طبعا في عمل، طبعا عمل. الحدود يعني صعب جدا، ممكن تقعد سنين سنوات طويله عقود علشان تعرفي، بس انا اتمنى ان يعني ان الحدود تترسم مع معلومات بحيث ان احنا نقدر نستثمر. طيب ده هيخلينا قبل ما نطلع من النقطة دي تماما نتكلم على قمة كريت، اللي هي القمة السادسة او الدورية السادسة لهذه الآلية الثلاثية اللي هتكون في كريت اليونانية في 2018. والحقيقة انه رئيس الوزراء تسيبراس اتكلم على انه من باب الحرص على التعاون مش الدخول في حالة الصراع، يجب ان نتواصل مع الشركاء في هذه المياه اللي هو المتوسط، شرق المتوسط، وتحديدا نتكلم على الاردن، على لبنان، على اسرائيل. هي مش رئيس الوزراء تسيبرس بس اللي اتكلم عن الموضوع ده، ده في العالم يعني. كمان في اليوم اللي قبلها الرئيس أناستاسيادس اتكلم عن الموضوع ده. وفي تفاهم ضمني ان انت مش هينفع تشتغلي لوحدك، انت هي الفكره احنا بنتكلم على منطقه شرق المتوسط. الركيزه الاساسيه الثلاث دول
ده لا يعني انك ممكن تتعاوني او تتعاملي او تدخلي حتى دول تانية من المنطقة. ده تحت الدراسة دلوقتي. القمم كل سنة، كل قمة بتعمل بيبقى بتعمل حاجتين، ثلاث حاجات. اول حاجة انها بتثبت التحالف. الحاجة التانية انها بتراجع الموقف بتاع التحالف عشان في حاجات تتغير. تمام. الحاجة التالتة انها بتحط اهداف جديدة للتحالف للعمل عليها في الفترة للسنة اللي بعدها. تمام. وده يعني ان الاردن لبنان اسرائيل ده جزء من الاهداف للوصول لتحقيق يعني اكبر استفادة لمصالح شعوب الالية الثلاثية. فانه هي مش بس الاردن ولبنان واسرائيل اللي تم الكلام عليهم، في كمان ايطاليا. فيعني ايطاليا مثلا كانت وفقا للرئيس أناستاسيادس كانت مرشحه انها تحضر القمه الثلاثيه المره دي، الخمسه اللي احنا كنا فيها دي. ايوه تمام. فهي هو ادى الدول دول كمثال فقط، لكن ده معناه ان ربما تكون دول اخرى باسماء اخرى غير الدول الثلاثه دول. طيب ده خبر كويس جدا. يعني شفتي اهو جوه بيبقى في حاجات احنا مش بنعرفها بره. طيب خليني اسال حضرتك على يعني الطرح اللي تم الاعلان عنه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو احتفاليه وطن ثاني، وان مصر هتستضيف الاسر اليونانيه والقبرصيه اللي عاشت في مصر واللي عندها ذكريات في اماكن بعينها، لانه كمان يعني الرؤساء اثنوا على الاحتفاليه دي اللي مصر هتستضيفهم فيها لمده اسبوع. خلينا نفهم شويه برضو تفاصيل المساله، ودي هتبقى هل يعني تم تحديد جدول زمني ليها ولا لسه يعني مجرد اعلان الاحتفاليه ولم يتم الدخول في التفاصيل؟ لا لسه التفاصيل حضرتك، التفاصيل دي بتاخد وقت طويل علشان يتحدد برنامج، علشان فبتاخد وقت طويل. تمام. لكن يعني حضرتك شفتي هنا في قبرص وبالتاكيد في اليونان اكتر لان عدد سكانها اكتر، اغلب الناس ليهم صلات بمصر. صحيح. المترجم اللي كان موجود ده يوناني مصري. فكل يعني حتى في ابسط الحاجات، الاكل اللي احنا بناكله حضرتك هتحس ان هو قريب جدا من الاكل المصري. صحيح. الاسماء، الكلام، فكل دي روابط مهمه جدا، روابط الثقافي ده مهم جدا البناء عليه. الحاجه الثانيه كمان هي مش بس خاصه بالجاليات اللي موجوده، هم كمان اتكلموا على الاثار، لان في اثار مشتركه. الرئيس أناستاسيادس اتكلم تحديدا عن الاثار اللي تحت الميه، الغارقه، وقال ان اهميه حمايتها، لان ثلاث دول من الدول القليله جدا اللي بتشترك في ان عندها اثار تحت الميه، وعندها اقدم حضارات. صحيح. اقدم حضارات. فده معناه انه يعني واحدة مما يميز هذا التحالف الآلية الثلاثية هو فكرة الحفاظ على التراث والهويات الثقافية للدول الثلاثة، بأن هم حتى رافضين التعامل مع القطع المسروقة اللي ممكن تدخل أراضي حد وحاجات بالشكل ده. وده كمان اللي ربما يعني تحت هذا العنوان ده كان السبب أن الرئيس السيسي تم إهداء عدد من القطع الأثرية. لا حضرتك، هو لسه لم يتم إهداء، هي لسه دلوقتي في إجراءات تتخذ، في تفاهم مبدئي ان في مجموعه من القطع الاثريه، الحكومه القبرصيه اكتشفتها هنا، لم يتم الانتهاء من الاجراءات بعد. اول ما هتتم هيتم تسليمها للسفاره هنا، لكن هو لسه لم يتم تسليمها او استم الاعلان، لان احنا من اللحظه الاولى يعني وفقا لكل بنتواصل معهم من الجانب القبرصي قالوا ان اليونان بتستعد لارجاع قبرص بتستعد لارجاع 12 ل 14 قطعه اثريه لمصر. بالظبط، بتستعد يعني يعني قصدي النيه، بس ده عمليه الحصر والاوراق لسه ما تحددش، فمعناها ان الاجراءات لسه ما انتهتش. فاول ما تنتهي الاجراءات السفاره المصريه هتستلمها ان شاء الله. طيب، هو ما فيش خلاف على ان في قطع اثريه مصريه مسروقه وهترجع، لكن الآلية بس بتاخد وقتها لأنه دي إثباتات وحاجات بالشكل ده. طيب، عايز أرجع برضو تاني لوطن ثاني، لأنه بصراحة هي كانت مفاجأة
فكره ان انت وانت بتعمق مع دول كانت جزء من مشهدك الاجتماعي في مرحله زمنيه، فتدعوهم لمده اسبوع، هيروحوا اسكندريه وهيروحوا طنطا وهيروحوا القاهره واحياء بعينها. الفكره نفسها براقه يعني، جديده علينا. والله حضرتك، هو انا يعني مش شايفه انها هي فكره، يعني شايفه فكره لطيفه هتقربنا اكتر من بعض، لانها انسانيه. انها انسانيه بالظبط. بس يعني احنا دلوقتي يعني في مصر في نوع من ان كل حنين للجاليات اللي كانت موجوده زمان وكانت بتسري الثقافه بتاعتنا. صحيح. زي ما حضرتك بتشوفي في الافلام زمان، كان في في يوناني، في قبرصي، في ايطالي، في سيكوماليست نمساوي، بيكار قبرصي، في ناس كتيره هجرت من زمان. اه. لكن دلوقتي كل الناس دي ولادهم في حنين يشوفوا يرجعوا تاني، فده نوع من التواصل مطلوب جدا في الوقت الحالي. عشان كده هي يعني اتشافت بسرعه على السوشيال ميديا انها مبادره ذكيه ولماحه، لانها ما فيهاش الجهد بتاع انك بتبني، لا ده انت بتستعيد لحظه. ودايما الانسان ابن فكره انه الحنين، النوستالجي، انت يعني اي حد يحب يفتكر حاجه، لحظه حلوه، عشاء، اكله، مكان، شخصيات تتعرف عليها، حاجات بالشكل ده. طيب خليني، انا عارفه ان انت يعني حضرتك استقطعتي وقت لينا يعني وارهاق عمل طويل، عايزه اشكرك واتمنى لك النجاح في مهمتك الجديده. قبرص مكان مهم مش بس في العلاقة بتاعتنا، يعني هي صحيح جزيرة صغيرة بس هي عندها خصوصية جدا جدا. بشكر سعادة السفيرة مي طه خليل سفيرة جمهورية مصر العربية في قبرص، ويعني كل الأمنيات الطيبة لحضرتك. شكرا لحضرتك. ميرسي. ميرسي، نورتيني. خلوني وانا يعني بختم معاكم الحلقة دي اقول انه لو بصينا كويس ما بين سطور حركة الإدارة المصرية هنكتشف انها بتعرف فين تضع قدمها، اين ومتى. علشان كده الكتير حتى من الزملاء بيقولوا معقولة الرئيس رجع علشان يعمل قمة مع الرئيس سعد الحريري، فالمسألة بالنسبة لنا مرة تانية دولتكم الجديدة بتتحرك بقياس النتائج مش بالحركة وفقط. علشان كده كل الثقة في حضراتكم، كل الثقة في ان الدولة دي هتقدر بجد تعمل قفزة اللي بدأت ملامحها تبان ويلمسها يعني كل المختلفين معانا والموافقين على سياستنا، وده اللي بيقول ان اللي جاي الى حد كبير جدا جدا هو بتاعكم. الى اللقاء. اذا نعود مرة اخرى من نيقوسيا وبرنامج بين السطور، وسفيرة مصر في قبرص كانت تتحدث حول تعاون مصر وقبرص واليونان، وهذا يعني الاستقرار. ايضا اكدت الدول الثلاث على الحفاظ على الهويات سواء كان التاريخية او الثقافية في هذه القمة المهمة جدا. اذا القمة بحثت سبل دعم وتعميق العلاقات المتميزة ما بين الدول الثلاث وتفعيل اطر التعاون القائمة فيما بينهم، بالاضافة الى تعزيز التشاور السياسي حول كيفية التصدي للتحديات القائمة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وأيضا منطقة البحر المتوسط. المهم هنا كيف يمكن التوجيه بالاستمرار في التنسيق بين الوزارات المعنية فيما يتعلق بالمشروعات المشتركة التي تم الحديث في أطر مهمة حول هذه المشروعات بين الدول الثلاث، أيضا من خلال يعني رؤية مهمة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع، وهو هذا المهم من هذه القمم. الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه القمة المهمة جدا أكد على استمرار مصر في جهودها للتوصل لسياسة مهمة لمحاولة لحل الأزمات المتفاقمة في المنطقة، أزمات كثيرة جدا وملفات واضحة جدا، وخاصة ملفات الإرهاب، ملفات كيف يمكن مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تهدد بلدان البحر المتوسط، أيضا مع يعني التأكيد على احترام مصر لسيادة الدول على أراضيها، ترسيخ المؤسسات الوطنية لتكون قادرة على التصدي وعلى مواجهة آفة الإرهاب، وأيضا كيف يمكن أيضا تعزيز العلاقات الثنائية والثلاثية فيما بين هذه الدول. نشكركم وإلى ملتقى.